هنبتدي مع بعض الجزء الثاني من lecture 5، ودوت هناخد فيه applications of double integral. هنتعرف مع بعض ازاي بنطبق ال double integrations بأنواعها المختلفة. تعالوا كده نشوف ايه المواضيع اللي احنا هناخدها في ال applications. عندنا 4 applications مختلفة. بحتاج ال double integral عشان اجيب ال volume، الحجم بتاع شكل، وطبعا الشكل ده انا مش بعرف احسب ال volume بتاعه، فبلجأ لل double integral عشان اجيب ال total volume اللي enclosed أو اللي بيظهر نتيجة تقاطع بعض السطوح في الفراغ. وعندي بعد كده كمان بستخدمه لحساب area عشان أحسب كمان non-uniform function أو non-uniform quantity زي ال charge أو الماس. وآخر حاجة حاجة اسمها center of mass. يبقى احنا عندنا 4 applications مختلفة ممكن أطبق فيهم ال double integral. تعالى نبتدي ناخدهم واحد واحد. أول واحد ال volume، احنا already قلنا واحنا جايين نعرف ال double integral انه انا بيبقى عندي سطح، وعشان بكامل على السطح دوت الزد على اريا معينه، يبقى انا في الحقيقه بجمع مجموعه من الكيوبويدز، او دي شريحه كده موجوده في ال 3 دي ليها ارتفاع. فلنفرض ان احنا ناخد اللي باينه دي، ليها ارتفاع اسمه الزد، وليها اريا من تحت دي اكس دي واي. فانا لما بجمع الزد في الدي اكس دي واي، ده كده الفوليوم بتاع شريحة واحدة بس، بضرب القاعدة في الارتفاع دي اكس دي واي، دي القاعدة والارتفاع اللي هو الزد. طيب يبقى انا في الحقيقة الدبل انتجرال هو عبارة عن فوليوم. طب انا هو فوليوم الفوليوم اللي تحت السطح اللي انا بكامل بالنسبة له. طيب تعال نشوف مثال كده. قال لك find the volume between the paraboloids، وداني سطحين paraboloids. طيب يبقى انا عرفت انه احد الابليكيشنز بتاعه الدبل انتجرال هو حساب فوليوم. مش هيقولي بقى يوز دبل انتجرال، انا كده كده اقدر انا اللي احط شكل التكامل. عشان احط شكل التكامل انا محتاج ارسم الكلام دوت في 3 دي اكس واي زد ستاندرد. قال لي تو بارابولويدز، البارابولويد الاولاني ده انا عارفه اللي هو زد ايكوال تو اكس سكوير بلس واي سكوير، ده باصص لفوق كده شفناه كتير عند الاوريجن. وكل ما بطلع لفوق كل ما الزد بتكبر، كل ما الدايرة اللي هي جوه البارابولويد بتوسع، فكأني عندي طبق مفتوح كده لغاية الملا نهاية. يبقى ده مكمل لغاية الملا نهاية. قال لي ايه؟ قال لي ان في بارابولويد تاني قفل عليه من فوق. عرفت ازاي؟ لان الاكس سكوير والواي سكوير بالنيجاتيف اقدر اوديهم الناحية التانية، اودي الزد 8 ناقص زد، وزي ما قلنا ممكن اطلع النيجاتيف ده بره، يبقى زد ناقص 8. يبقى ظهر عندي البارابولويد اللي هو مقلوب. عرفت منين انه مقلوب؟ بسبب النيجاتيف اللي في الاول دي عند النقطة 8. بقى عندي بارابولويد تاني، والبارابولويد ده نازل لتحت كده، فهيبتدي يقفل لي الشكل. يبقى بقى عندي شكل مقفول نتيجة لتقابل البارابولويد مع اللي تحت. ده شكل الحجم اللي انا المفروض بحسبه. طيب اتفقنا عشان اقدر اجيب الفوليوم انا محتاج ابقى بعدي حاجة فيرتيكال كده اللي هي من زد واحد لزد اتنين، و كده انا جبت طول الشريحة. يبقى الفوليوم هو دبل انتجرال زد اتنين ناقص زد واحد في الدي ايه. انا لسه مش عارف بقى ده بولر ولا كارتيزيان، دي اكس دي واي ولا ايه. طيب زد اتنين اللي هو البارابولويد اللي فوق اللي باصص لتحت، اللي هو مين؟ 8 ناقص اكس سكوير ماينس واي سكوير، دي زد اتنين. هطرح منها زد وان. زد وان اللي هو البارابولويد التاني اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. طبعا نقدر نجمع الترمات دي على بعض. لسه فاضلي ال area ال dA، هحطها ب dx dy ولا r d r d theta، وده على حسب ال area اللي انا هتحرك فيها. يعني الشريحة دي هتتحرك في انه حتة. تعالى كنا بننزل زي projection كده، قلنا ده اسمه المسقط. المسقط دوت بيظهر امتى؟ بيظهر نتيجة لتقاطع السطحين دول ببعض اللي انا
أكامل بالنسبة له. ليه؟ لأنه أنا بفضل أحرك الشريحة السودة دي لغاية ما بوصل لآخر نقطة السطحين دول بيقابلوا بعض فيها. طب آخر نقطة السطحين بيقابلوا بعض فيها، يعني كل دول شرايح المفروض إن أنا بجمعهم لغاية ما أغطي كل الحجم ده. طيب آخر نقطة السطحين دول بيقابلوا فيها بعض هو إن أنا أقاطع زد 2 بزد 1 زي ما اتفقنا. من هنا بقدر أجيب البروجكشن أو المسقط على الـ XY plane، إن أنا أخلي زد تختفي، يعني أحل زد 1 مع زد 2. طب تعالى نعمل كده، أساويه بالناحية التانية اللي هو X square plus Y square. لو جينا سوينا الاتنين دول يعني أودي الإكس الناحية التانية، يبقى 2X و2Y، وده طبعا دايرة radius بتاعها بـ4. يبقى أنا لو حبيت أعرف الأريا بتاعتي شكلها عامل ازاي، دايرة السنتر بتاعها عند الأوريجين والريديس بتاعها بـ2 اللي هو جذر الأربعة دي، يبقى ده كده شكل الأريا اللي أنا هتحرك فيها اللي هي معمولة بالأورنج. طيب عشان بما ان دي دايرة يبقى انا كده عرفت ان انا هستخدم بولر. خلاص بولر، بولر يعني ايه؟ بولر يعني خطوات اساسية، اكس بشيلها ار كوزاين، والواي بشيلها ار ساين، والدي ايه ار دي ار دي تيتا. طبعا بالمرة بحدد الحدود بتاعت الار والثيتا. عندي الار 1 بزيرو، خلاص احنا اتعودنا بقى حلناها كذا مرة. ار 2 باتنين لان انا بتحرك على الدايرة اللي بره دي، والثيتا بتاعتي بتلف من ثيتا 1 بزيرو وبلف لغاية ما اغطي كل المساحة اللي هي ثيتا 2 باتنين باي. طيب كده انا جبت كل حاجة جاهز للتكامل، اعوض جوه شكل الفوليوم بتاعي، اشيل كل اكس سكوير بلس واي سكوير احط ار سكوير. وبعوض بالآر، وطبعا منساش ار دي ار دي تيتا، مش دي ار دي تيتا بس عشان المسألة ما تروحش مني. طيب بجمع الترمات دي وبكامل في نفس الوقت، ار كيوب هتبقى ار باور 4 اوفر 4. الكلام ده عايزة اعوض فيه من 0 ل 2، و فاضل لي ان انا اعوض بالثيتا من 0 ل 2 باي. طبعا الثيتا اقدر اكملها لوحدها بما اني الار بتاعتي ريكتانجلر ريجن. كده انا فاضل لي بس ان انا اعوض بالاراضي، ار هتبقى 4 اوفر 2 ب 2 يعني 16، ودي هتبقى 16 برضو على 4، 16 ماينس 8 اوكي في 2 باي، يعني الكلام دوت 16 باي. طيب كده انا جبت الفوليوم اللي مطلوب مني. ازاي ممكن يغير لي في المسألة دي او في صور تانية لنفس المسألة دي؟ ايه الصور التانية؟ عندنا الصورة الاولانية دي والصورة التانية، هو انه تبقى هي نفس البارابولويدز، بس الفرق انه بدل لي الاكس بالزد. وتاخد بالك هناك كانت الزد equal to x square plus y square، وهنا حط لي الاكس برضو 8 ماينس زد سكوير ماينس واي سكوير. الحقيقة هي نفس المسألة بالظبط، بس ايه الفرق؟ وانا جاي ارسم 3D البارابولويد بتاعي هيبقى في اتجاه الزد. يبقى انا عندي حاجة طالعة لفوق كده وعندي حاجة بتقفل عليها في اتجاه الزد، 8 ناقص لو جمعنا شكل الفوليوم ده يبقى هيبقى عندي بارابولويد بيقابل بارابولويد التاني بنفس الفكرة، هيقابله في دايرة. طيب تفتكروا المرة دي بعمل بروجكشن فين؟ عشان الشكل يبقى سهل واقدر استخدم البولر كوردينيتس بعمل البروجكشن على الواي زد بلين. ليه؟ عشان هيبقى سيركل،
يبقى سيركل في الواي زد بلين. ما دام هيبقى سيركل في الواي زد بلين يبقى ساعتها اقدر اخد كمان الشريحة بتاعتي في اتجاه الاكس، يبقى كأني اخدت كيوبويد برضو، بس المرة دي اللينث الهايت بتاعه باكس والدي اي بتاعته هتبقى دي زد دي واي. طيب تعالى نعمل كده، انا بس هكتب لك شكل التكامل لكن مش هكامل. طبعا الاريا اللي انا هتحرك فيها هي برضو هتبقى سيركل، والسيركل دي ريزيس بتاعها من 0 ل 1، وهلف من 0 ل 2 باي، فانا مش محتاجه ارسم الاريا تاني لانه متحرك بالاورنج اهي. والشكل نفسه هتبقى اكس 2 ماينس اكس 1، طبعا اكس 2 دي اللي هي اللي فوق، او اللي بقى في الاكس هتبقى ناحية اليمين اكتر، دي اكس 2 ودي اكس 1. وبعد كده هيبقى عندي بولر كوردينيتس اللي هي ار دي ار دي ثيتا، هيطلع لنا نفس الحل الحقيقة. نفس الفكرة دي ممكن يقولي برضو واي equal to z square plus x square، ايه اللي اختلف؟ المرة دي الواي هي اللي بقيت مش square باور 1، يبقى هي دي اللي هيبقى الاكسس بتاعت البارابولايد باصص لها. ولو هو عند 8 وهيبقى باصص لتحت، طبعا المرة دي برضو انا عايزة اجيب البروجكشن عشان اعرف انا همشي من فين لفين، واستخدم بولر ولا كارتيزيان. بنفس الفكرة هتلاقي ان هو بولر بس بنسكته على على بلين مختلف اللي هو الاكس زد بلين. يبقى وانت جاي ترسم الريجن اللي انت هتكمل على اساسها ممكن ترسم الاكس زد بلين. برضه هكتب لك حدود التكامل. الار بتاعتنا بتتحرك على الواي، قصدي اللينث بتاع الريجن، اللينث بتاع الشريحة او الكيوبويد بتاعنا هيبقى واي 2 ماينس واي 1 و ار دي ار دي ثيتا. طب مين واي 2؟ واي 2 اللي هو البارابولويد اللي فوق، دي واي 2 اللي هي اليمين اللي هي الاكبر، اللي هو البارابولويد اللي فوق اللي هو 8 ماينس زد سكوير ماينس اكس سكوير. طب مين الواي 1؟ الواي اللي تحت اللي هي في الشمال اللي هي ناحية الشمال اللي هي زد سكوير بلس اكس سكوير. هنيجي نعوض بالكلام ده جوه التكامل هيطلع لنا برضو ب16 باي. يبقى خلي بالك معلومة مهمة لازم تبقى عارفها، انه نفس المسألة ممكن تجيلي بطرق مختلفة مجرد ان هو يبدل لي المتغيرات او بدل لي الاكس والواي والزد، فبتبقى مسألة جديدة بالنسبة لي. لا مش هعتبرها مسألة جديدة، هي بالظبط نفس المسألة اللي فاتت، بس الفرق ان البروجكشن هيبقى على سطح مختلف، مش شرط كل مرة يبقى اكس واي، لا هيبقى على حسب اللي هيسهل لي المسألة. يعني انا كان ممكن اخد البروجكشن سطح تاني، بس كان هيبقى شكل التكامل صعب جدا مش هتعرف تحله بالطرق العادية. اوكي، يبقى انا بلجأ دايما للطريقة اللي تسهل عليا وتقدر تخليني اطلع الفوليوم بسهولة. تاني ابلكيشن معانا هو احنا جايين نحسب اريا. انت عارف من الاول ان انت لما بيجي عندك اي شيب ليه ديفينيشن حتى فانكشن معينه بتبتدي تقسمها، لو عايز تعمل دبل انتجرال بتقسمها لمربعات صغيره قوي. طيب هو دي الطريقه اللي احنا بنحسب بيها الاريا، ان انا بقسمها برضو لمربع سكويرز صغيره وبجمع السكويرز دي على بعض. ايه الفرق ما بين هنا وانا جاي احسب الفوليوم؟ في الفوليوم انت بتضرب في الزد اللي هو الارتفاع بتاع الشريحه. المره دي مفيش زد، المره دي انا بجمع الاريا، المره دي انا مش برسم حاجه في 3D، مجرد برسم الاريا اللي انا عايز اعمل لها كالكوليشن. ف يعني هتحرك من فين لفين، فخلينا كده نبص واحده واحده. قسمت الاريا المربعات وهكامل على قيم الاكس والواي، يبقى شكل الانتجريشن هيبقى عامل ازاي؟ قبل كده كان بيبقى فيه زد بضربها في الدي اي، المره دي انا عندي الاريا بس ما عنديش الارتفاع بتاعها.
يبقى كأن عندي واحد موجود جوه، والدي اي دي هي اللي انا هكامل عليها. هكامل الدي اي دي طبعا ممكن تبقى دي اكس دي واي او دي واي دي اكس او ار دي ار دي ثيتا، كل اللي احنا اخدناهم قبل كده. فلنفرض ان الاريا بتاعتي دي اكس دي واي، ساعتها انا مش انا بضرب في واحد، بمعنى ايه؟ ان مفيش زد اضرب فيها. يبقى انا كاني بجمع كل السمول اريا دول اللي هم الدي اي عند قيم مختلفة للاكس والواي، ابقى جبت التوتال اريا. تعال نشوف مثال ايه الفرق بين التكامل ده والتكامل اللي فات. ان هنا ما بيبقاش فيه فانكشن هكامل تحتها عشان اجيب الفوليوم، لا ما بيبقاش فيه فانكشن خالص. انا بيديني الاريا وانا بحط من الاريا دي الحدود بتاعه الانتجريشن وبحط جوه. تعال نشوف اكزامبل 2 على الاريا. فايند ذا اريا اوف ذا ريجن باوندد باي، واداني كيرفز، لان يعني اتفقنا ان الاريا دي يعني في البلين مش في الثري دي. صعوبه المسائل دي ان انا اللي المفروض احدد شكل الانتجريشن. فانا هقول له الاريا هتساوي دبل انتجرال، واتفقنا ان الاريا بتاعتي بتبقى عبارة عن مربع صغير بجمع الدي اي دي جنب بعض على الحدود اللي انا هختارها كارتيزيان او بولر. يعني يا اما احط هنا دي اكس دي واي او ار دي ار دي ثيتا. بناء على ايه؟ بناء على شكل المساحة اللي انا هجمعها. والزد طبعا مش موجودة، عشان كده حطينا واحد لان دي اري. امال امتى كانت الزد هتبقى موجودة؟ لو ده فوليوم زي المسألة اللي فاتت. ادي الاكس واي بلين، عندي خط واي بيساوي اكس، وده عامل زاوية 45 عند واحد واحد والاوريجين، اقدر اوصلهم ببعض واي ايكوال اكس. وعندي كمان بارابولا، البارابولا دوت ماشي مع الاكس اكسس، ماشي مع اللي مش سكوير. يبقى البارابولا دوت عند 1 1 وعند 1 ونيجاتيف 1. يبقى بقى عندي اريا اتقفلت كده بالكيرفين دول، هو ده اللي مطلوب مني ان انا احسب المساحه بتاعته. يبقى هي دي المساحه المطلوبه. طيب عشان احسب المساحة دي، اول حاجة ما لقيتش سيركلز، يبقى انا شغال كارتيزيان، يبقى هفضل زي ما انا. ممكن دي اكس دي واي او دي واي باي دي اكس، اتنين واحد، او مش هتفرق في المسألة دي لان الاتنين الاكس ثابتة في كل المساحة. اكس وان سواء اكس وان او اكس تو ثابتة في كل الاريا الخضراء، بتتحرك على نفس المنحنى. يبقى انا مش مفيش صعوبه في ان انا اختار دي اكس دي واي او دي واي باي دي اكس، الاثنين نفس درجه الصعوبه. ولنفرض ان انا اخدتها دي اكس دي واي، الاكس بتاعتي من اكس 1 بتتحرك على المنحنى اللي هو اكس ايكوال تو واي سكوير، يبقى هنا في واي سكوير، وبتوصل لاكس 2 اللي هي على الخط واي ايكوال اكس، يبقى اكس ايكوال تو واي. طب الدي واي الشريحه الزرقاء دي عشان تمسح لي كل المساحه الخضراء دي، كان لازم تبتدي من الأول خالص عند النقطة دي، تفضل ماشية 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 لغاية ما توصل لآخر نقطة. يبقى الشريحة بتاعتي بتتحرك من y equal 0 ل y equal to 1. كده أنا جبت الحدود، بقيت مسألة من المحاضرة اللي فاتت. عايزين نكمل ده بالنسبة لل x، يعني x وأعوض من y square ل y، وبعد كده هرجع كامل بالنسبة لل y. y minus y square، عايزين نكمل الكلام ده بالنسبة للواي، يعني هزود الباور واحد وأقسم على الباور الجديد وأعوض من زيرو لون، طبعا نص ناقص تلت يبقى 1/6. يبقى أنا كده جبت الإيه؟ الأريا المطلوبة مني. طيب تعالى نبص على، تعال نشوف مسألة كمان على الاريا. طالب مني احسب الاريا انكلوزد باي سام كيرفز، ادي الكيرف الاولاني سيركل وادي الكيرف التاني سيركل. يبقى انا كده غالبا هستخدم البولر كوردينيتس، بس خلينا نتأكد. هنرسم التو سيركلز دول واحدة واحدة. قالي السيركل اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1، ابتديت بالسيركل السهلة اللي هي عند الاوريجين، x square plus y square equal 1، دي circle center بتاعها عند ال origin و radius بتاعها ب 1، و برضو اقدر اقول ان شكلها في البولر r equal 1. طيب السيركل التانية x square plus y square equal 2x، دي circle shifted. طيب بجيبها ازاي او برسمها ازاي؟ الاول بعمل
complete square، باخد ال x square كل terms ال x مع بعض وال y اهم، بما اني هنا لو قسمت على الاتنين هيطلع لي negative 1، يبقى هي كانت x minus 1 الكل square، يبقى انا زودت واحد ارجع ازوده الناحية التانية، يبقى دي كأنها x square plus x minus 1 all square plus y square equal 1. كده انا عرفت شكل السيركل التانية، عند 1 و 0 عند النقطة دي، ده السنتر بتاعها، سنتر عند ال 1 و 0، والريديس بتاعها square root of 1 اللي هو 1. يبقى من ال 1 و 0 دول هرجع 1 وهزود واحد، ابقى جبت شكل السيركل من المنظر ده. قال لي inside السيركل دي و outside السيركل اللي عند الاوريجن، outside السيركل بتاعت الاوريجن يبقى بره براها، و inside السيركل التانية يبقى ده شكل الاريا اللي انا عايز احسبها. زي ما انت شايف كده الاريا دي symmetric حوالين ال x axis، ممكن نستغل السيمتري دي ونقول ان احنا نحسب نصها بس، يعني احنا نحسب الحتة دي بس ونضرب في اتنين. طيب عشان نحسب الحتة دي هقول له الاريا هي twice واحد ال dA، وبما اني انا هستخدم بولر يبقى ال dA بتاعتي هتبقى r dr by d theta. ايه اللي خليني استخدم بولر؟ عشان دي circles او parts من circles. طيب اول حاجة ببتدي اشوف ال r حدودها ايه والثيتا حدودها ايه عشان ابتدي كامل، شد خط، نفس الفكرة بتاعت البولر بتتكرر معانا اهي، شوف ال r1 بكام وال r2 بكام، ممكن اشوفهم على جنب. ال r1 بتتحرك على السيركل اللي عند الاوريجن r1 ب1، و r2 بتتحرك على السيركل التانية اللي هي shifted، والسيركل shifted دي كان ليها شكل معروف او 2a كوزاين ثيتا، والa ده هو الريديس، هنا الريديس ب1 يبقى 2 كوزاين ثيتا. مش عايز احفظ الكلام ده، بعمل ايه؟ برجع عند الديفينيشن بتاعها واشيل كل x وy واحط ال r، يبقى x square plus y square equal r square، والناحية التانية 2 r كوزاين، اكنسل ال square مع ال r بقت r equal to 2 كوزاين ثيتا زي ما احنا طلعناه. يبقى الحدود بتاعتنا بتاعت ال r جاهزة من 1 ل 2 كوزاين ثيتا، فاضل لنا الثيتا بتاعتنا. بما اننا هنبتدي هناخد نصها بس، يبقى ثيتا 1 او بداية الاريا الخضراء الهاش متشيدت دي ثيتا 1 مبتدية عند ال x axis، يبقى ثيتا 1 بزيرو. طب وثيتا 2 فين؟ ثيتا 2 عند نهاية الاريا، الاريا بتخلص عند النقطة دي، فدي كده ثيتا 2. طب ثيتا دي اجيبها ازاي؟ اجيبها ازاي مش عارف هي بكام، فاحط عليها علامة استفهام. ثيتا 2 هجيبها ازاي؟ النقطة دي ايه اللي بيميزها؟ هي ان السيركل اللي عند الاوريجن بتقابل السيركل الشيفتد، يعني هي نقطة تقاطع التو كيرفز دول. فعند البولر r equal 1 دي المعادلة الأولانية، و r equal 2 cosine theta دي المعادلة التانية بتاعت التو سيركلز. لو سمينا دي 1 سمينا دي 2، لو حليت الاتنين دول عند الثيتا 2، الثيتا 2 1 هيساوي 2، يبقى هيساوي الاتنين دول ببعض، يبقى أقوله كده 1 هيساوي 2 كوزاين تيتا. يبقى أشوف بقى كوزاين تيتا ده إيه الزاوية للكوزاين بتاعها، نص في الربع الأولاني اللي هي 60 اللي هي باي على 3. قدرت أجيب ثيتا 2 باي أوفر 3، تبقى كده المسألة خلصت، فاضل لي بس التكامل، مسألة تكامل عادية. عايز تكامل ال r دي هتبقى r سكوير على 2، وعايز تعوض من 1 ل 2 كوزاين ثيتا، خلي بالك الليمت اللي تحت ب 1 مش بزيرو عشان ما تنساهوش. وبعد كده هنكامل بالنسبة للثيتا من 0 ل باي اوفر 3 واضرب في 2. تعالى نعمل الكلام ده في السلايد اللي جاية. عندك r سكوير اوفر 2 وعندك 2 بره من 0 ل باي اوفر 3، ولسه هنعوض من 1 ل 2 كوزاين ثيتا. ده نفس التكامل اللي كان هناك بس نقلته. الليمت اللي فوق او الابر ليمت بعمل سكويرينج وبقسم على الاتنين، كان ممكن اطلع الاتنين دي بره، فور كوزاين سكوير تيتا ماينس 1
وعايز اكمل الكلام ده من 0 لباي اوفر 3. احنا عارفين ان السكوير ده بيعمل لنا مشكلة، فبنستخدم قانون دبل الانجل ان الكلام دوت نقدر نفكه ب 2 كوزاين سكوير، قصدي كوزاين 2 ثيتا بلس 1 اوفر 2. انا لسه ما كملتش، انا مجرد بغير شكلها دلوقتي. ممكن اكمل عشان اكمل كوزين هتبقى ساين 2 ثيتا اوفر 2، وعندي 2 بره ممكن يكنسلوا مع بعض. دي هتبقى نص، دي هتبقى 2 ماينس 1 ب 1. كل ده هعوض فيه بقى خلاص من 0 لباي اوفر 3. طبعا ال 1 دي هتبقى 2 ماينس 1 ولسه هكملها هتبقى تيتا. احنا كملنا الكوزاين بساين، تعالى نعوض ساين 2 باي اوفر 3 يعني ساين 120. ده الكلام دوت بروت 3 اوفر 2، تقدر تطلعها بالكالكوليتر. وبوزيتيف عشان ده في الربع التاني، وعندك كمان ثيتا نفسها هتبقى باي اوفر 3. طبعا دي 2 ماينس 1 ب 1، دي بوزيتيف، يبقى سكوير روت اوف 3 اوفر 2 زائد باي اوفر 3. ده كده شكل الاريا بتاعتنا اللي احنا جبناها. تعال نشوف مسألة كمان. الابليكيشن التالت هو دبل انتجرال العادي، بس بدل ما هيدهوني فانكشن وعايزه اكملها هيديلها اسم. هيديلها اسم بمعنى ايه؟ يعني اول ابليكيشن او اول اكزامبل انه ممكن يطلب مني يديني حاجه اسمها سيجما اكس وواي، ودي اسمها التشارج دنسيتي. والمقصود بدنسيتي هنا الكثافه بتاعه التشارج، يعني توزيعها على المساحه. انا عندي مساحه هنا في الشكل اسمها دي، والمساحه دي شكل مش معروف نون يونيفورم، والتشارج متوزع عليها بطريقه برضو غير منتظمه، ومطلوب مني ان انا اجيب التوتال تشارج، مطلوب مني اجيب حاجه اسمها الكيو اللي هي التوتال تشارج. ايه الفرق بين الكلام دوت وبين الدبل انتجرال اللي انا كنت بحسبه قبل كده؟ ولا حاجه. انا عندي فانكشن، الفانكشن دي عايزه اكملها على الاريا، بس كل الفكره هنا انه زود لي اسمها، فهيقول لي كالكوليت ذا توتال تشارج، احسب لي الشحنه اللي موجودة على المساحة دي كلها بناء على التشارج دنسيتي اللي ليها تعريف اللي هي السيجما اللي جوه دي. طيب تاني اكزامبل انه يديني حاجة اسمها الماس دنسيتي او الماس بير يونت اريا، الكثافة بتاعت الوزن بتختلف من حتة لحتة جوه الاريا دي او جوه الشكل بتاعي اللي نون يونيفورم، وطالب مني اجيب حاجة اسمها التوتال ماس. ده التوتال ماس، وبناء على الماس دنستي الدنستي بتاعتي الرو الدنستي دي ماس بير يونت اريا، ودي شارج بير يونت اريا. يعني الحقيقة دي مش حاجة جديدة، ده نفس اللي انا كنت بعمله في المحاضرة دي واللي فاتت، بس الفرق انه زود لي اساميهم. تعالى نبص على مثال طالب مني فيه التوتال تشارج. Charge is distributed over the triangular region in the figure so that the charge density is كذا. يبقى هو قال لي الدنسيتي بتاعتي متعرفة ب x و y، يعني هي مش uniform non uniform charge، بتتغير على حسب مكانها جوه التريانجل ده، ومديني شكل التريانجل ما بين النقط 0 1 1 0 1 1، وطلب مني توتال تشارج. الحقيقة دي كأنها مسألة انتجريشن عادية خالص من اللي احنا حليناهم في المحاضرة اللي فاتت. كل اللي بعمله ان انا بقوله التوتال تشارج بس سميناها الكيو، تبقى عبارة عن دبل انتجرال للسيجما اللي هي التشارج دنستي على الدي اي. بما ان دوت مش سيركلز او مش بارتس من اجزاء من دايرة، يبقى ده على طول كارتيزيان، هيبقى دي اكس دي واي او دي واي باي دي اكس. السيجما اكس واي تعرفها اكس واي اهو،
والدي اي بتاعتي يا اما دي واي دي اكس يا اما دي اكس دي واي. لو هاخد شريحة رأسية من واي 1 لواي 2 يبقى هبتدي بالدي واي وبعدين دي اكس، وعايزة احط الحدود بتاعتي. حدود الواي، الواي 1 بتتحرك على الخط المستقيم اللي هو مديهوني في المسألة، مش شرط كان يديهوني. واي بيساوي 1 ماينس اكس يبقى دي واي 1. واي 2 بتتحرك على واي بيساوي 1 الثابتة دي، يبقى هي كانت واي 1 بتتحرك على الخط ده الواي فيه مش ثابتة. واي 2 بتتحرك على الخط ده اللي هي فيه الواي ثابتة بون. طيب بالنسبة للاكس، الشريحة الحمراء بتتحرك عشان تمسح لي كل المساحة دي، بتتحرك من أول اكس 1 equal 0 لغاية اكس 2 equal 1. يبقى دول بداية الشريحة ونهايتها من 0 لغاية 1. كده أنا جبت الحدود، يبقى كأني بحل مسألة تكامل عادية خالص. هكمل بالنسبة للواي وهعوض، وبعد كده يبقى فاضل التكامل بتاع الاكس. طيب ممكن اطلع كونستانت بره عشان ما يشغلنيش، ممكن اعوض بالواي بتاعتي 1 ماينس اكس سكوير اللي هي الواي، واي 1 اللي هي 1 ماينس اكس، وكل ده سكوير، وبعد كده هكامل بالنسبة للاكس. تعال نكمل في السلايد اللي جاية. ده كان شكل التكامل بتاعنا، عندي نص بره و اكس مضروبة في 1 ماينس اكس كل سكوير. طبعا هفك البراكت ده، ماينس 2 اكس هتبقى بلس، و بلس وعندي بلس اكس سكوير تبقى بالنيجاتيف عشان في نيجاتيف بره، كل ده مضروب في اكس بره. كده انا اقدر اكامل. ومنسيش الكونستنت، اكامل هزود الباور 1 من 0 ل 1، يعني اعوض مرة بال 1 يبقى 2 over 3 minus 1 over 4، وطبعا عند الزيرو الكلام ده هيبقى بصفر. اعمل common denominator، جمع الترمات دي هتبقى 8 minus 3 over 12، وعندك نص بره يعني 5 over 24. طيب دي كده total charge اللي كانت موجودة على التريانجل ده. كان ممكن تبقى نفس المسألة بس يقولي الماسس distributed ويديني الرو اللي هي الدنسيتي بتاعة الماس، ويقول لي find the total mass، تبقى هي نفس الخطوات. اخر ابلكيشن بحتاج فيه دبل انتجرال، حاجه اسمها center of mass. ايه المقصود بيها؟ دي نقطه، center ده position معين اسمه او نرمز له ب x bar y bar، وده position في الجسم بتاعي بيبقى عنده التأثير بتاع الماس بتاع الجسم. يعني ايه؟ يعني اقدر اشيل الويت ده كده زي ما هو كله، اقدر اشيل السكوير ده الاربعة كيلو وحط نقطة في البلين بتعبر لي عن الويت التوتل ده، بحيث ان انا ممكن اشيل السكوير دوت وحط النقطة دي وابتدي اأثر بأي فرصة اأثر بيها على السكوير دوت على النقطة. طب ده مفيد فين؟ ده مفيد في علم اسمه الداينامكس، تبقى عايز تشوف الجسم ده هيتحرك ازاي، فبتحتاج ان انت لما بتبقى فيه نون يونيفورم شيبس شكل غير منتظم بتشيله وتحط مكانه نقطة، النقطة دي عندها الماس بتاع الجسم ده، وتبتدي تأثر عليه بفورسز مختلفة وتشوف الجسم ده هيتحرك ازاي او هيحصل له ايه نتيجة للفورسز اللي بتأثر عليه. فالسنتر اوف ماس ده مهم جدا ودي ابلكيشنز كتير. طب انا بحتاج الدبل انتجريشن ازاي؟ لما كان السكوير بتاعي دوت يونيفورم، يعني ايه؟ يعني الماس متوزع بطريقة منتظمة على كل المساحة بتاعت السكوير، كنت اقدر اقول ان السنتر اوف ماس هو في النص سيمتريك. يعني الاربعة كيلو اقدر اشيل السكوير ده واحط النقطة دي فين؟ عند حاجة اسمها الاكس بار والواي بار اللي هي في نص الشكل، اللي هي لو ده 15 دي كده من 0 ل 15 يعني 7.5، وهنا الواي بار ب 7.5.
طب لو الجسم بتاعي نون يونيفورم، يعني الاوزان الماس بتاعه موجود في حتت ومش موجود في حتت تانية، ما تقدرش تقول ان الاكس بار والواي بار عندي 7.5. امال بتجيبها ازاي؟ بتجيب الاكس بار عن طريق ان انت بتجمع كل وزن عند كل بوزيشن، يعني تقول انا كان عندي 1 كيلو عند المسافة دي، المسافة دي اللي هي كام؟ 4، وعندي 1 كيلو عند المسافة دي اللي هي ب6، وعندي 2 كيلو عند المسافة اللي هي ب12، يبقى 1 × 4 + 1 × 6 + 2 × 12، ده كده التوتال ماس في البوزيشنز المختلفة جمعتهم، وأقسم على التوتال ماس اللي هو بكام، اللي هو مجموع ال4 كيلو. كده الاكس بار لما تيجي تجمع الكلام ده هتطلع لك ب8.5. طيب ليه الاكس بار اتغيرت؟ لان توزيع الماس اختلف، انا عندي 2 كيلو هنا ابعد شويه، فلقيت ان الاكس بتاعتي حصل لها شيفت ناحيه اليمين، ما بقتش عند 7.5، بقيت عند 8.5، بقيت عند 8.5، حاجه هنا ابعد شويه عن 7.5. طيب بنفس الطريقة اقدر اجيب الواي بار وهتطلع لي برضو ب8.5 لو مشينا نفس الفكرة، يعني السنتر اوف ماس مش بقى عند السنتر بتاع الشكل، لا ده متشفت شوية حاجة بالمنظر ده تقريبا، وبقت هنا الاكس بار والواي بار. يبقى لو الشكل بتاعي سيمتريك السنتر اوف ماس بيبقى في نصه، مشكلتي مع النون يونيفورم شيبس الماس بيبقى نون يونيفورم فيها او توزيعه مش منتظم، فبحتاج اجيب السنتر اوف ماس. طيب لما الماس ده يبقى متوزع على كل السكوير مش عند نقط معينه محدده، هحتاج حاجه اسمها الدبل انتجريشن. تعالى كده نتخيل مع بعض، ادي شكل الشيب بتاعي، عايز اجيب حاجه اسمها الاكس بار واي بار. لما يبقى الماس متوزع على كل الشيب في كل حته هنا بتعريف معين اسمه الماس الدنسيتي بتاعت الماس، هقدر اجيب حاجه اسمها الاكس بار، هو ان انا اضرب اكس في الدنسيتي بتاعت الماس وكامل، كاني بالظبط زي ما كنت بجمع هناك الاكس 1 او 4 × 1 + 6 × 1 + 12 × 2، بس انا عندي هنا انفينيت، كل ما اتحرك سنه صغيره كل ما بيجي ماس جديد، على حسب ايه؟ على حسب الديفينيشن بتاعه الدنسيتي بتاعه الماس. فانا ضربت الاكس في الرو وكملت، واخر حاجه قسمت على التوتال ماس. طب عايز اجيب الواي بار بنفس الفكره، الواي بار هتساوي واي في الدنسيتي وهكامل دبل انتجريشن وهقسم على الام، ده الاكس بار والواي بار، كده انا جبت النقطه بتاعتي. طب الام دي هجيبها منين؟ يا اما هو هيديني التوتال ماس، بس بما انه الماس دوت نان يونيفورم يبقى انا هحتاج احسب الماس زي ما كنت بحسبه في الابليكيشن اللي فات، ان انا بحسب الماس دنسيتي وبعمل دبل انتجريشن. يبقى انت في الحقيقه هتعمل دبل انتجرال على الدنسيتي على المساحه دي اللي هي في كل الاريا دي. طب يبقى انت بتعمل كام انتجريشن الحقيقه؟ 1 2 3، 3 انتجريشن دول شبه بعض قوي. ليه؟ لان هي نفس الفانكشن، لو خدت بالك هي نفس الرو اللي انت هتكامل عليها، بس مره بتحط الرو لوحدها ده في انتجريشن 1، مره بتحط الرو جنبها اكس، ومره بتحط الرو جنبها واي. بعد ما بجيب الاكس بار والواي بار يبقى دي النقطه اللي السنتر اوف ماس بيأثر، يعني الماس بيبقى نازل كده لتحت طبعا بتأثير الجرافيتي، دي كأنها فورس نازلة لتحت، فانت لو جيت حطيت فورس الناحية التانية عند السنتر اوف ماس تقدر تسند الشكل ده. ليه؟ ان هو اكتشلي كأنه نقطة، والنقطة دي بتأثر بالماس بتاعها عند اكس بار واي بار. وده بيفكرنا بلعبة كده لطيفة بتبقى موجودة عند او شفناها يمكن قبل كده، العصفور دوت بيبقى مسنود على الترينجل ده ازاي؟ ليه؟ لان احنا حطينا الترينجل ده عند السنتر اوف ماس بتاعه عند الاكس بار والواي بار بتاع العصفور، وسندناه بفورس قد الفورس بتاعه الماس بتاعته، فبقيوا
فقادر يحصل بالانس، وقادر العصفور ده ما يقعش عن لان في فورس تانية بتقابله من تحت قد الفورس بتاعته. ده example للسنتر اوف ماس. طيب تعالى نبص كده على بقى example احنا هنحله. طبعا كل الانترودكشن اللي فاتت دي انا بشرح لك فيها ازاي او احنا ليه بنجيب السنتر اوف ماس، لكن احنا actually كل المطلوب مننا ان احنا نحل الاكزامبل. تعالى نشوفه بنحله ازاي. قال لي find the mass and center of mass اللي هو x بار والواي بار، وطبعا الام دي هو التكامل الاولاني زي ما قلنا احنا بنعمل 3 integrations وب triangular lamina، يبقى ده الاريا بتاعتي عبارة عن مثلث، يبقى ده طبعا مش بولر. واداني 3 نقط 0 0 1 و 0 و 0 2، فده شكل المثلث اللي هو فيه الماس بتاعه متعرف بالمنظر ده، دي الدينستي بتاعت الماس. اول انتجريشن عشان اجيب الام هقوله هنعمل دبل انتجرال للرو على دي اريا بتاعتي اللي هي هنا، عايز بقى تعملها vertical عايز تعملها horizontal، فلنفرض المرة دي هنعملها من y1 ل y2 يعني dy by dx. طيب ال y بتاعتني من y1 ل y2، يبقى y1 دايما عند الزيرو اهي ال y1 ثابتة، وال y2 بتتحرك على الخط المستقيم ده. عايز اجيب معادلة الخط ده، يبقى y1 بزيرو، y2 هجيبها بكام؟ هجيب معادلة الخط ازاي؟ عندي نقطتين، تقدر تجيب معادلة الخط المستقيم من نقطتين ازاي؟ بتقول y minus وتنقي نقطة منهم اللي هي مثلا 2 و 0 2 y minus 2 على x minus 0، والناحية التانية بتحط ايه؟ بتحط النقط فرق النقطتين، النقطتين بتوعك هما 0 2 1 و 0، يبقى فرق ال y اللي هو 2 minus 0 على فرق ال x بنفس الترتيب، ابتدينا بال 2 يبقى هبتدي بال 0 بتاع النقطة minus 1. دي معادلة الخط المستقيم عن طريق نقطتين، ممكن اكتب لك القانون بتاعها فوق عشان تبقى فاكره. y minus y1 على x minus x1 بيساوي y2 minus y1 على x2 minus x1. طبعا x1 y1 دي النقطة الأولانية و x2 y2 دي النقطة التانية، ده اللي احنا عملناه هنا. نقدر بس نظبط الشكل بتاعنا، يعني y minus 2 هيساوي negative 2 x، يعني ال y بتاعتي هي negative 2 x plus 2. طيب يبقى ده شكل ال y2، ده الخط المستقيم ده اللي هو ال y2 بتاعنا اللي احنا كنا عايزين نجيبه 2 minus 2 x. طب عايزين نجيب ال x، الشريحة الزرقاء دي هتبتدي من اول فين لغاية فين؟ هتبتدي من اول x equal 0 x1 equal 0 وهتنتهي عند x2 equal 1، يبقى من 0 لغاية 1 كده بقى تكامل عادي خالص، ده كامل بالنسبة لل y، يبقى y وال x constant ودي هتبقى y square على 2. هبتدي اعوض بالحدود بتاعتي اللي هي من 0 ل 2 minus 2 x، طبعا عند الزيرو ده هيختفي كله، الترمات دي انت محتاج تفكها وبعدين تكامل بالنسبة للاكس، مش هتلاقي فيه مشكلة في الجزء ده، يعني تقدر انت تفك البراكتس دي. نتيجة لما هنيجي نفك البراكتس هيبقى شكل المعادلة كالآتي. هقول لك بس شكل الإكويشن بعد ما فكناها، انا فكيتها وده الترمات اللي طلعت لي 4 minus 4 x square. عايزين نكمل الكلام ده بالنسبة للاكس، انت جرب تفكها يطلع لك في الاخر ترمين، هزود اكس في الاولاني والتاني
ازود الباور واقسم على الباور الجديد، عايزين نكامل من زيرو، نعوض من زيرو لون، يعني 4 ماينس 4 اوفر 3. طبعا الكلام دوت اعمل كومن دينومينيتور، هتبقى 12 اوفر 3 ماينس 4 اوفر 3 يعني 8 اوفر 3. طب احنا في السلايد اللي فاتت جبنا الماس، ده كان المطلوب الاولاني، عايز السنتر اوف ماس دلوقتي، يعني عايز حاجه اسمها الاكس بار والباي بار، وده زي ما اتفقنا عباره عن تو انتجريشنز. هو شبه اللي فاته، يعني مش محتاج ارسم الاريا تاني اللي انا هكامل عليها، بس مره بزود اكس ومره بزود واي. يعني ادي الاكس بار اهو، بقسم على الماس اللي احنا طلعناه وبعمل دبل انتجرال بنفس الحدود اللي فاتت. ده الميزه بقى، ان انا مش محتاجه افكر تاني في الاريا بتاعتي، وهزود اكس على الرو اللي هي الفانكشن دي، والدي ايه بتاعتي انا كنت عاملها دي واي باي دي اكس لاني اخدت شريحه فيرتيكال. طب الواي بار، الواي بار شبهها قوي بس بدل الاكس واي. دول تكاملين شبه بعض جدا، بس هي نفس الخطوات، الفرق بس ان التكامل هيختلف شويه نتيجه للاكس والواي اللي ظهروا هنا. ادي اكس وادي واي، وايه الفرق ما بين دول وما بين السلايد اللي فاتت؟ ما كانش فيه اكس وواي دول. طب تعالى نكمل، هتكامل بالنسبه للواي يبقى الاكس كونستانت، يعني اكس بلس 3 اكس سكوير، كل ده بزود جنبه واي، والترم التاني ازود الباور واقسم على الباور الجديد، وهكامل الكلام ده، قصدي هعوض، وبعد كده هكامل بالنسبة للإكس. طبعا انت لما هتعوض هتفك الواي دي، هتشيلها وتحط 2 ماينس 2 إكس. انا عوضت وبسطت، لقيت ان شكل التكامل بعد التبسيط بقى بالمنظر ده، من 0 ل 1 4 إكس ماينس إكس كيوب، لسه ما كملتش، بس دلوقتي بما اني شلت كل واي وحطيت مكانها 2 ماينس 2 إكس، الواي اختفت وتبقى لي اكس بس، اقدر اكملها ان انا ازود الباور واقسم على الباور الجديد. طبعا الكونستنت الفور ده اقدر اطلعه بره، وهعوض من 0 ل 1 نص ناقص ربع بربع، يبقى الربع اللي هنا ده اقدر اشيله مع الاربعة اللي فوق، يبقى لي واحد على ام. الام كانت بكام؟ الام كانت من من السلايد اللي فاتت 8 over 3، ده كان الماس او التوتال ماس بتاع الترينجلر لامينا بتاعتي. يعني الكلام دوت هيساوي واحد على ام، يعني 3 اوفر 8، يبقى الاكس بار ب 3 اوفر 8. طب الواي بار بنفس الطريقة، هكامل بالنسبة للواي الاول، يبقى هزود الباور واحد بالنسبة للترمين اللي مفهومش واي تانية، وده هيبقى واي سكوير يعني واي كيوب اوفر 3. طبعا التعويض هنا هيبقى غلس شوية، بس هبسط الترمات مع بعض برضو وهكامل. هي مفهوش فكرة ويمكن طويل، لكن مفهوش فكرة صعبة، هي خطوات طويلة من غير أفكار. هعوض بالواي سكوير وواي كيوب، وهكنسل الترمات مع بعض اللي ممكن تلكنسل لو في حاجات هجمعهم، ومرة أحط زيرو ومرة أحط 2 ماينس 2 اكس. بعد التعويض هيظهر لي المنظر ده، هيظهر لي 2 over 3 نتيجة للتعويض. طبعا انا لسه ما كملتش، عايز تكامل يعني زود الباور واقسم على الباور الجديد، دي هتبقى اكس كيوب والتلاتة هتروح مع التلاتة، دي 4 اكس تو ذا باور 4، كل ده وفي كونستنت بره اللي هو 2 اوفر 3. هنعوض من 0 ل 1، وطبعا هنقسم على ام في الاخر، دي كده الواي بار. بعد ما نعوض مره ب 1 ومره ب 0 هيطلع لنا نتيجه التعويض، واقسم على ام 11 اوفر 16، ده كده الواي بار. يبقى اقدر اقول ان السنتر اوف ماس
بتاع الشكل بتاعي هو عند البوينت دي 3 over 8 و11 over 16، وزي ما شفنا هو مجرد تطبيق مباشر للدبل انتجرال عشان اجيب حاجة اسمها center of mass. طيب شباب، احنا كده خلصنا الابليكيشنز بتاعة الدبل انتجرال، شفنا فوليوم، شفنا اريا، شفنا center of mass، وشفنا ازاي بقدر اجيب احسب property توزيعها non uniform على المساحة بتاعتي زي الماس وزي التوتال تشارج. تلاقي الكلام دوت في سكشن 16.5، ممكن تلاقي ابليكيشنز تانية موجودة في التكست بوك مش هنتطرق لها، احنا هنلتزم بالحاجات اللي احنا عرفناها في المحاضرة. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله المحاضرة الجاية. شكرا.